السلام عليكم. اليوم نروحوا لمدينة قسنطينة لنعرفكم على هذا المركز نتاع الرياضات وتاع الاستجمام، وفيه مسابح وقاعات رياضية وترفيهية يعني بطراز عالمي. لاحظ انه هذا المركز هذا كبير، اولا الحجم نتاعو، ثانيا بتصميم هندسي عصري وبخدمات راقية. إن شاء الله هذه المرافق تاع المستثمرين خواص أكدوا بأنه هذا استثمار خاص، لابد من هذه المستثمرين أن يروحوا للمدن أخرى خاصة نحو الجنوب اللي استثمارات من هذا النوع اللي أكيد سوف تزيد من العروض وتخفض من الأسعار يعني وتكون في متناول المواطنين بصفة عامة. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.